محمد شريف كمان قال نفس الحكايه. لو جالك عرض من بيراميدز وباضعاف اللي بتاخده من النادي الاهلي، هتوافق ولا هتكمل في الاهلي؟ جنيه في الاهلي احسن من 10 بره. تاني؟ جنيه في الاهلي احسن من 10 بره. الماتش في الاهلي بماتشات كتير بره يا كابتن. ولا فعلا؟ طبيعي. انت ما ترددتش. ما هو طبيعي، ما هو ده الرد الصح يا كابتن. ما اقنعني لو انت، طب انت يا كابتن لو انت مكاني. انا بطلت. لو انت مكاني. انا بطلت. كل واحد وليه تفكيره يعني. انا قصتي معروفه، لكنه يعني بلا تردد يا كابتن. انت بعد لما تبطل كوره وانت عملت اسم في نادي الاهلي هتعيش عليها يا كابتن. اه لو انت عملت اسم في نادي الاهلي هتعيش عليه. فيما بعد. فيما بعد. طب انت لو انت بتلعب في نادي تاني دلوقتي مثلا، نادي تاني مثلا، وبطلت بقى، مين الناس هتفتكرك؟ مفيش حد هيفتكرك يا كابتن. حضرتك هنا ليه يا كابتن؟ عشان اسمك كابتن شوبير. نعم. بس من نادي الاهلي بالظبط، مش من نادي تاني. نعم. هل بالفعل بيراميدز تفاوض معاك؟ امتى؟ في الفتره بتاعت الكورونا. حصل تفاوض. هل بس انا ما مضيتش، عشان في ناس كانت بتطلع تقول لي انا ماضي وما مض والكلام ده. لا ما مضيتش. لا لا ما مضيتش. كلموك كنت مستني موقف النادي كان كلام بس. بس هو انا كنت لسه سنتين يا كابتن زي ما انت عارف في النادي. فازاي همضي يعني في اي مكان تاني؟ فانت رابط مستقبلك بالنادي الاهلي، لو النادي الاهلي عايزك مكمل مع النادي الاهلي. بس الماتش في اهلي ب 10 بره والجنيه في اهلي ب 10 بره. بالظبط. مظبوط كده؟ بالظبط. ده مبدا حطه محمد شريف في حياته. لا طيب. ومش كلام بقى يتغير بقى دلوقتي وشويه مش عارف ايه. لا الناس تفتكر الحلقه دي. تفتكر الحلقه. ما الناس ما بتنساش. ما المشكله. ما انا بحب الناس اللي ما بتنساش بقى. الناس ما بتنساش. لا لا انا بحب الناس اللي ما بتنساش. انا بحب الناس اللي ما تنساش. دي كلمه محمد شريف اللي لخصت الليله. لانه كمان محمد شريف وهو بيكشف عن انه بيراميدز فاوض وزن عليه كتير، برضه فكره اصل الجنيه في الاهلي ب 10، قال جمله مهمه جدا للكابتن شوبير. انت موجود هنا عشان انت كابتن النادي الاهلي وابن النادي الاهلي. اذا كل الخير اللي ربنا انعم بيه على الكابتن احمد شوبير، النادي الاهلي سبب مباشر فيه. عقد احمد شوبير وهو قاعد كمذيع كبير وواحد من اهم الاعلاميين الرياضيين العرب مش بس المصريين، الفضل فيه للنادي الاهلي، وشوبير لا ينسى فضل النادي الاهلي عليه، وده اللي بنقوله لكل اللعيبه. علاقتك بالنادي الاهلي واستفادتك من علاقتك بالنادي الاهلي وارتباطك بالنادي الاهلي بيبقى دايما وابدا مستمر. لغايه امتى؟ شوف كل المحللين اللي في مصر واللي بره مصر وكل نجوم النادي الاهلي قيامهم التسويقيه في مجالاتهم الفنيه والاداريه والاعلاميه من ورا النادي الاهلي.